فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. لسن سيق باب بيعتين في بيعة. باب البيعتين في بيعة، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسية. روى المصنف بسنده عن عمرو بن علي بن فلس طبعا تعلمون، ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن مثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد، هو بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن عمرو عن حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين نهى عن بيعتين في بيعة. وأيضا هناك رواية باب النهي عن بيع الثنية حتى تعلم. روى المصنف عن عطاء عن جابر بن عبد الله، سأفسره يا صفية سأفسره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم. وأيضا روى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. المعاومة هو بيع السنين يعني، والثنية، ورخص في العطاء. هذه كلها نهى عن بيعتين في بيعة. في رواية قال نهى سلم بيعتين في، قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا، فله أوكسهما أو ربا، فله أوكسهما أو ربا أو ربا. أوكسهما يبقى نقدا الأقل، الربا هو. فقال بعض العلماء إذا بيع التقسيط لا يجوز. لماذا؟ لأنه قال ربا، الزيادة ربا، الثنية الاستثناء يعني يا سمراء الاستثناء. والصحيح أن بيع التقسيط بيع صحيح إذا 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 خيره المصنف وقال هو نقدا بكذا أو نسيئة بكذا، قال اشتريت نقدا أو اشتريت نسيئة فيصح، فبيع التقسيط صحيح على قول الجمهور. أما قول نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، قد علمتم بأن المحاقلة والمزابنة كل ذلك من بيع الزرع بالحب بالزرع أو الثمر بالتمر أو الزبيب بالعنب، هذا كله ما يجوز. وعن الثنية إلا أن تعلم يعني عن استثناء في البيع، والاستثناء المحرم والاستثناء المجهول. الاستثناء المحرم والاستثناء المجهول لو وهذا على قول الحنابلة وقول الجمهور. الشافعية قالوا الاستثناء كلية لا يجوز لأن النبي نهى عن بيع الثنية، لكن نحن نقول نهى النبي عن بيع الثنية إلا أن تعلم. ولذلك جابر لما كان على جمل أعيا ضرب المسلم ضربا فسار سيرا عظيما، فقال بعنيه. أي نعم صحيح صحيح سمراء. فقال بعنيه، قال ما عندنا ناضح إلا هو، قال بعنيه بأقية. فباعه قال اشترط حملانه إلى المدينة فوفى له. قال اشترط حملانه إلى المدينة. حبيبي أنا في الدرس، أنت بتسأل أسئلة وأنا في الدرس، كيف أتجاهلك يعني؟ أن أي أحد بيعطيني الأسئلة أنا أجيبه، لما تقول أنني أتجاهل أسئلتك؟ غفر الله لك. فجابر قال له اشترط حملانه إلى المدينة، قال فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة على أن الشرط إن كان معلوما يجوز، لكن لا يجوز بيع وشرطان في بيع لأنه يزيد الغرر. وهنا قلنا على المحقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. والمعاومة هي بيع السنين. والثنية إلا أن تعلم طبعا يعني، ورخص في العراية. ورخص في العراية هو أن يبيع التمر بالثمر دون 5 أواسق يحتاجها فيعطيها في هذا الباب. النخل يباع، قال النخل باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشتري ثمرة.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا المصنف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أمرين أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمرة النخل إلا أن اشترته مبتاعا. يعني أيما بائع باع الثمرة أو النخلة بعدما أبرت فثمرتها للبائع إلا أن اشترته المبتاع. وهذا أن نفسه جرت عليها بعدما أبرت ودفع فيها المال وفعل ذلك فنفسه تعلقت بها، لذلك قال الثمرة تكون البائع إلا أن اشترت المبتاع، الثمرة تكون البائع إلا أن اشترت المبتاع. وهذا قال به جمهور العلماء وخالف ذلك الحنفية، خالف في ذلك الحنفية. والصحيح هو قول الجمهور والحديث صريح ولا حجة لأحد كائنا من كان. الفوائد المستنبطة هو بشوية رويدر صفية أنا ما أسرعت. الفوائد المستنبطة: كل عقد يحوي الغرر فهو باطل. المحقرة والمزابنة والمعاومة، المعاومة فيه الغرر، والمحقرة فيه الربا. الاستثناء إن علم جاز ذلك، يجوز الاستثناء فيه اللي هو فيه التغرير يا صفية، اللي هو بيضحك على الرجل، يعني في أشياء مجهولة. المحاقلة إنه يعني يجعله يعمل في الأرض دون درهم ودينار بما يخرج منها، بجزء يخرج منها. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.